مرحبا بكم أصدقائي الرائعون. عشنا خلال هذه الأيام فرحة كبيرة تجلت في ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل تقديم نموذج لسيارة مغربية محلية الصنع، ونموذجا أوليا لسيارة مغربية تعمل بالهيدروجين الأخضر طورها الشاب المغربي فوزي النجاح، مما عزز علامة صنع في المغرب. بعد هذا الإعلان أصبحت كلمة الهيدروجين الأخضر متداولة كثيرا هذه الأيام، والعديد من الناس يتساءلون عن كيفية اشتغال هذه السيارة بالهيدروجين الأخضر. في هذا الفيديو أصدقائي سنلقي نظرة على كيفية اشتغال سيارات الهيدروجين الأخضر، لكن أصدقائي قبل أن نتمم هذا الفيديو ادعمونا بالاشتراك في القناة وتابعونا إلى نهاية الفيديو لتعرفوا أكثر، وشاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع. يوجد طريقتان لتزويد السيارات الحديثة بالطاقة، فأغلب السيارات تستخدم محرك الاحتراق الداخلي الذي يقوم بحرق الوقود، والذي بدوره يولد حرارة كافية لدفع المكبس إلى الأعلى والأسفل في عملية استمرارية تؤدي إلى دفع ناقل الحركة والعجلات، مما يؤدي إلى حركة السيارة ككل. أما السيارات الكهربائية فهي تعمل بطريقة مختلفة تماما، فبدلا من عملية الاحتراق الداخلي تعتمد على البطاريات لتزود المحرك الكهربائي بالطاقة اللازمة لتحريك السيارة. كما يوجد نوع من السيارات يجمع المحركين معا، محرك احتراق داخلي ومحركا كهربائيا، وتقوم بالتبديل بين الاثنين بما يناسب ظروف القيادة، وهذه تسمى بالسيارات الهجينة. وقد اكتسبت السيارات الكهربائية في عصرنا هذا شعبية كبيرة كبديل للسيارات التي تعمل بالبنزين. أما السيارات الهيدروجينية فهي لا زالت في بدايتها وتكافح من أجل اللحاق بالسيارات الكهربائية، فهي تعد خيارا معقولا تماما مثل السيارات الكهربائية لتحل محل سيارات البنزين، لكنها تعد بمستقبل كبير جدا، لأن الهيدروجين الأخضر هو مستقبل الكوكب الذي سينقذنا من الضياع، لأنه هو البديل المناسب للوقود الأحفوري. إذن فما هو الهيدروجين الأخضر بالتحديد؟ يعد الهيدروجين أحد أخف العناصر وأكثرها وفرة في الكون، خفيف وعالي التفاعل. علميا الهيدروجين الأخضر ناتج عن عملية كيميائية تسمى التحليل الكهربائي، باستخدام تيار كهربائي من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الهيدرومائية لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في المياه. في هذه الحالة تكون عملية إنتاج الهيدروجين خالي من الكربون ومن أي مواد ملوثة للهواء والبيئة. ويعتبر الهيدروجين الأخضر عنصرا مهما جدا في إزالة الكربون، لأنه يعتبر مادة متعددة الاستخدام بسبب قدرته الكبيرة في تخزين الطاقة الكيميائية ولا يتسبب في أي أضرار للبيئة. يجري تصنيف الهيدروجين بحسب طريقة إنتاجه ضمن فئات لونية مختلفة مثل الرمادي والأزرق والوردي والأخضر، علما أن جزيء الهيدروجين نفسه لا يختلف من الناحية الكيميائية. وترتبط طريقة إنتاج الهيدروجين الأخضر عادة بأدنى مستويات الانبعاثات الكربونية، لذا يعتبر الهيدروجين الأخضر أنظف أنواع الهيدروجين. كيف تعمل سيارة الهيدروجين الأخضر؟ السيارة الهيدروجينية هي متكاملة مع عائلة السيارات النظيفة، وهي خالية من الكربون لأن محركها لا ينتج غازات الاحتباس الحراري، وهي بديل حقيقي لسيارات البنزين والديزل التي تلوث البيئة وتؤثر على كوكبنا. سيارة الهيدروجين الأخضر مزودة بمحرك كهربائي مثل أي سيارة كهربائية، لكنها مزودة بخلايا الوقود عكس السيارات الكهربائية الأخرى التي تحتوي على بطاريات ليثيوم التي يعاد شحنها،
وقد يستغرق شحنها وقتا أطول عكس سيارات الهيدروجين التي يتم تعبئة خزاناتها بالهيدروجين المضغوط في وقت لا يتعدى 4 دقائق. تنتج السيارة الهيدروجينية من تلقاء نفسها الكهرباء اللازمة لرحلاتها باستخدام خلايا الوقود، وتعتبر خلية الوقود هي قلب السيارة الهيدروجينية، فهي ليست محرك ولكن محول طاقة. في خلية الوقود يتفاعل الهيدروجين كهربائياً لتوليد الكهرباء من أجل تشغيل السيارة، حيث أن خلية الوقود توجد بين محرك الاحتراق الداخلي وخزانات الهيدروجين، فهي تقوم باستخراج الطاقة من الهيدروجين المخزن المضغوط، حيث يمر غاز الهيدروجين من الخزان إلى خلية الوقود عبر أنبوب نحو القطب الموجب بالخلية، وتحصل الخلية على الأكسجين من الهواء عبر الأنبوب الثاني نحو القطب السالب. وخلية الوقود لا تحرق الهيدروجين، بل تفاعله مع الأكسجين من الهواء لصنع الماء. هذا التفاعل يسمى بالكهروكيميائي إلكتروشيميكال، ويسمى أيضا بالتفاعل الكيميائي لأنه عملية اندماج عنصرين كيميائيين، وينتج من خلال هذه العملية الكهرباء التي تستخدم لتشغيل محرك السيارة، لذلك فهو تفاعل كهربائي أيضا. أما عن مزايا وعيوب سيارة الهيدروجين، لا تصدر سيارة الهيدروجين أي ضوضاء تقريبا، لديها بداية قوية إلى حد ما، حيث يتم تحميل المحرك حتى في دورات منخفضة. وتتمثل إحدى المزايا العظيمة لهذا النوع من السيارات في أن ملء خزان الهيدروجين يتم في أقل من 4 دقائق، ويمكن أن يستمر لمسافة تقدر بين 500 و800 كيلومتر. بالإضافة إلى ذلك، لا تتأثر استقلالية هذه السيارات بدرجات الحرارة الخارجية، لذلك تعمل سيارة الهيدروجين بنفس السهولة في الشتاء كما في الصيف، وهذه خطوة مهمة جدا للأمام على المستوى البيئي، لأن الانبعاثات الوحيدة من سيارة الهيدروجين هي بخار الماء. ومع ذلك فإن سيارة الهيدروجين أيضا لها عيوب معينة، مثل التصنيع الكثيف للخزانات وخلايا الوقود، وكذلك تكلفتها المالية العالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنتاج الهيدروجين معقد شيئا ما، لكن تبقى سيارات الهيدروجين الأخضر تتفوق على السيارات الكهربائية بتقنياتها، لأن الهيدروجين الأخضر عنصر أساسي في الانتقال نحو الطاقة المتجددة على مستوى العالم، وأحد أنواع الوقود البديلة المستقبلية، ومصدر بديل خالي من ثاني أكسيد الكربون. أصدقائي، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات.